والله هو الهدف الرئيسي كان بنسمع في الميديا بأن المرضى مريض أهله لاعفين به في الإسعافات وما لاقي مستشفى، فكانت في مشكلة زي كده يعني. والمريض بتاع القلب ما بينتظر، ما زي بقية المرضى، وهم طبعا vulnerable group أو هم يعني شريحة ضعيفة، فلو أخذوا العدوى بتكون خطر عليهم شديد، فجيتهم المستشفى أصلا يعني ما محبذة. وعشان كده دي الفكرة جات إنه الأطباء يتواصلوا مع مرضاهم هناك في بيوتهم. الفكرة اتبنت على إنه المرضى يتواصلوا مع الأخصائي استشاري القلب، وإذا احتاجوا يصلون في البيت في أكثر في 18 نائب اختصاصي يصلون في بيتهم، وإذا احتاج المريض يحتاج يمشي المستشفى. وكثير من المرضى لأنهم مرضى مزمنين وبس دايرين يتواصلوا مع طبيبهم ومواصلة علاجاتهم، فكثير منهم ما يحتاجوا إنه يمشي المستشفيات يعني. الحوجة مستمرة لأنه المبادرة تكون متواصلة. الحوجة مستمرة والجائحة موجودة وبصورة أشرس، والمستشفيات ما بتحتمل والنظام الصحي ما بيحتمل العدد الهائل بتاع المرضى، لأنه في غير الكورونا في المرضى الأمراض العادية ما توقفت يعني موجودة. كانت الفكرة في إنه بالتلفون نتواصل مع مرضانا، مرضى القلب بالذات المشخصين ومعروفين، ونراجع معاهم أعراضهم وعلاجاتهم، وهم في مرحلة وهم بيعملوا شنو، هم محتاجين لإيه. فبدت المبادرة، ما بدوا فيها موصل كل الأطباء القلب السودانيين. بعد ذاك جاء النجاح المبهر للمبادرة، لأنه نحن بعد ذاك تلفوناتنا بقت ما بتجيب. فانت عيان انك في نياله، في زالنجيه، في عضبره، في ام درمان، في حتى في الاحياء القريبه.